بيتي جهنم. يعني ما في ماكو رجل يقول للمرأة كسري وهو يظل واقف، لا شو يكسر، مسكينة مسكني ايديها وجلسها تعالي تفضلي. ولكن أكثر الأغاني هي تقريبا مرأة اللي تتكلم، مرأة اللي تتكلم، يعني موضوع ذلك أكثر شيء أنا أخليها خاطب أكثر شيء يعني في الأغاني العراقية، يعني حبيبي أقول حبيبي حتى الطرفين يلمسهم المرأة والرجل. أعتقد هذا شوية خلى كل مرأة تسمع من الأعمال تحسها هاي قصتها، هاي قضيتها، هذا ألمها، هذا فعلاً ألمها اليومي المتكرر. أول مرة تزور مصر؟ نعم. وهتغني قدام الشعب المصري لأول مرة؟ نعم. ونحن نعلم جميعاً كفنانين عرب أن نقطة الانطلاق الحقيقية لأي فنان تبدأ من مصر. نعم. كنت تتوقع هذا الاستقبال العظيم وعبرت عنه إزاي؟ أنا فاكر أنت عبرت عنه إزاي، بس أنا عايزك تقول لازم تعبرت عنه. من أجمل حفلاتي هذه كانت. أيوة. كانت الله يرحمه الأستاذ أحمد سمير. أيوة. ليالي التلفزيون. وكنت كنت عندي إحساس إنه راح يستقبلوني بعد العشر دقائق الأولى على المسرح، حيصفقوا وحيقولوا يعني برافو. كنت هاي مخليها ببالي. ليش؟ لأن من رحت على لبنان ما كانوا يعرفوني لبنان. لبنان من دخلت لها وغنيت وبالحفلات واللقاءات لبنان، بدل ما نعمل ما نجلس اسبوعين نعمل حفلات، جلسنا 40 يوم نعمل حفلات. اي وبالضبط في تونس، في يعني كثير بالدول العربيه، سوريا. فاجيت على القاهره بال 95 94 بعد ما اخذت شهره وطن عربي وفي كل مكان، ولكن القاهره لها لها رهب طبعا. يعني هذا إنسان ما ينكر، يعني عمالقة الفن موجودين في القاهرة باعتراف كل الفنانين العرب أكيد. يعني كيف راح أدخل بهالدخول؟ فاختاريت نوع أغاني. أصدقائي قالوا أغنية هذه، لا لا أنا خلوني أختار. فاختاريت الأغاني اللي فعلا على المسرح لها وقع سريع، يكون على المسرح ما منتظرين الناس يفكروا فيها. مثل سلامتك من الآه، كلك على بعضك حلو، إني خيرته كيف أختاري، ها حبيبي. فبعد اول ما صعدت على المسرح كانوا قسم الناس يعرفوني وقسم ما يعرفوني. يعني الناس اللي كانوا يعرفوني اللي هم حاضرين حفلات بالخارج، اللي كانوا قسم منهم عايشين في بغداد ولكن اول عشر دقائق اول ما قلت سلامتك من الله وكملت المذهب، فكل قاعه تحت الحمد لله الحمد لله تخطيت مرحله ومن خلصت بست المسرح. هي دي جميل. بما اننا جبنا سيره بقى سلامتك من الاه، نتذكرها معاك كده على سلامتك من الاه. اغنيه انا شخصيا بعشقها ونختم بيها اللقاء. اختم راح يزعل الشعراء لان هاي ايضا كلماتي. لا اغنيه جميله، هي فيها احساس بان دي اول زياره لمصر وانك انت نجحت فيها بمصر، فده بنعتز بيها كلنا. وسلامتك من ال سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله، بيا ولا بيك، بيا ولا بيك، ريت الألم والآه، بيا ولا بيك، لا ما أخليك، لا ما أخليك وحدك تصيح الآه، لا ما أخليك. سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه،
قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله.